السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سأقدم لكم درس جديد يخص المستوى السادس الابتدائي، ألا وهو درس النسب المئوية رقم واحد. أولا سأبدأ بتعريف هذا المصطلح النسبة المئوية، ما مقصود به؟ سأخذ مثال بسيط، ألا وهو مثلا لدينا كرة أرضية تتكون من جزئين أساسيين، الجزء الأول يمثل لي الماء والجزء الثاني يمثل لي اليابس. يعني هنا اليابسة بصفة عامة، انت كتلميذ غتقول يا استاذ اجي انا نقول لك ولدي النسبة مثلا الماء كم يمثل في هذه القشرة الأرضية؟ غتقول يا استاذ يمثل 75%، وغادي تقول لي اليابسة تمثل 25%. يعني هنا انت كتلميذ كتسمع هذا المصطلح في المئة، واحد الرمز اساسي، هذا الرمز هو الذي يمثل لي بصفة عامة النسب المئوية، يعني هذا هو رمز النسبة المئوية، يعني هذا هو الرمز ديالي، يعني النسبة المئوية باش كنرمزو لها؟ كنرمزو لها بهذا الرمز اللي هو النسبة المئوية. أو بصفة عامة من يتكلموا على النسبة المئوية لديها رمز كذلك بصفة عامة، كناخذوا واحد العدد كسري، هذا عدد كسري مقسوم على 100، هنا واحد مثلا 5 على 100 ألا وهي 5%، هذا كتقديم لمفهوم بصفة عامة النسبة المئوية ورمزوها. كنتكلموا بالنسبة المئوية باللغة الفرنسية لو بورسونتاج، هنا غنتطرق واحد ثلاثة المحاور الأساسية كيفاش غندير عمليات حسابية في النسبة المئوية. هنا كتمثل النسبة المئوية من كل عدد، كيجي الأستاذ كيعطيني مثلا 95، واحد العدد 95 كيولي ياخذ منه 10%، يعني هذا العدد إذا خديت منه أنايا 10% شحال كناخذ؟ شنو المقصود هذا العدد شحال؟ أنت كتلمي شنو غتجي دير؟ غدير مع أن لدينا عدد كسري دائما يكون مقسوم على عدد كسري مقامه هو 100، وغتمشي دير عملية ضرب 10 في 95، يعني 10 في 95، غدير عملية اهتزاز صفر مع صفر، غتبقى لي 95 على 10 اللي كتبت لي 9.5، يعني 95 إلا خديت منها 10%، يعني كنقصد خديت 9.5. إلا مشينا نفس الطريقة 50% من 200، لدي مثلا 200، غنمشي ناخذ بأن لدي 200، غناخذ منها 50%. أنت كتلميذ كتسمع دائما 50% كتبغي تشري النصف، مثلا عندي 100، النصف ديال 100 هي 50، مثلا عندي 60، النصف ديال 60 هو 30، يعني 50% تمثل لي النصف، هنا 200. إذا خديت النصف شحال؟ أنا مقصود بها 100، أنا غنمشي ندير عملية حسابية كما في المثال الأول، لدي المقام 100، غدير 50% 50%، غدير عملية اختزال، هادو شهر أصفر مع هادو شهر أصفر، غتبقى لي 5 × 2 اللي هي 10 مضاعفات الصفر، اللي هي بصفة عامة 100. نفس ما نعرفو في العملية الحسابية، عندي واحد العدد بصفة عامة عندي واحد العدد 900، غنمشي ناخد من هاد العدد 30%، شنو شحال ديال الأعداد اللي كتمثل ليا؟ 30%، يعني هاد العدد هذا غناخد منه أنا 30%، شنو هي نفس الطريقة باش بغيت أنت كتشري العملية الحسابية، المقام غيكون 100، هنا غدير 30 في 900، ماشي كتجي أصفر مع جوج أصفر، 3 × 9 27، وتحط هاد الصفر اللي كتمثل ليا 270، هنا الطريقة 270. هذه الطريقة الأولى، يعني عندي واحد العدد مثلا خديت 10%، شحال كيمثل هذاك العدد منه؟ الطريقة الثانية اللي غنتكلم عليها، وحول الأعداد الكسرية إلى نسب مئوية، يعني الطريقة الثانية اللي كتجي فقط التمارين، كتلقى مثلا كيعطيك الأستاذ واحد العدد كسري، وغنحولو أنا إلى نسب مئوية، ملي كنبقى نتكلم على هذا الرمز، هذا هو رمز النسبة المئوية. غنجي المثال غنلقى 15 على 300، يعني انت كتلمي اول حاجه غادي دير عمليه قسمه عادي، يعني القسمه ديالك انت عادي، غادي 15 مقسوم على 300 اللي هي بصفه عامه ملي غادي تنجزها غتلقى 0.04، 15 0.05،
يعني هذه بصفة عامة، إذا مشيت تنجز العملية الرياض 0.05 هذا تمشي القسمة عادي، من إذا تنجز القسمة العادية غتشد هذا العدد اللي لقيتي اللي هو 0.05 غتشد ميتشيبلي في 100 اللي غيعطيك 5%. يعني هذه هي الطريقة الأولى، يعني أنت كتهمي ماشي غتمشي دير هذا العدد كسري وغتضربي في 100، جوابك خطأ. تمشي هذا العدد كسري تحسبي تحسبيه عاد غتضرب في 100، علاش؟ لأن شي ضربتي هنا في 100 راه غير منطقي، يعني تولي واخا شي ضربتي في 100 عشوائي، يعني خاصك تنجز حتى تلقى هذا الجواب، عاد غتعطي ضرب في 100 اللي هي 5%، وغتجي تحط لي انت الجواب اللي 5%، يعني 15 مقسومة على 300 تمثل لي 5%. نفس لا ميثود، غنجي 900 مقسومة على 300، ماشي غنضرب هنا في 100 وندير تساوي، نمشي نجز بعدا العملية ديالي، غتمشي الأصفار مع الأصفار، غتلقى لي 9 مقسومة على 3 اللي هي 3، هاد 3 غنمشي بها في 100، غتمثل لي 3%، يعني هنا تمثل 3%، يعني نفس الطريقة، ملي نتكلم على هاد العملية، أنت كتهمني خاصك تضبط لي العملية الحسابية، يعني كتكون عملية القسمة عادية وبسيطة، نفس الطريقة مثلا غيجي 4 على 25. من عندك نقول 4 مقسومة على 25 نفس التقنية، غتمشي دير لي عملية القسمة اللي هي بصفة عامة 0.16، تمشي تجس القسمة وغتمشي 0.16 غتمشي تشيبليها في 100 اللي هي 16%، بطريقة واضحة. يعني هنا من هنا عطاتني 16%، راحتي معايا الصفر مشى مع الصفر، عطاتني هنا في السؤال السابق 900 مقسومة على 300 اللي هي 3، وهاد 3 ما ننساش خاصني نضربها في 100 اللي هنا باش تعطيني 300، يعني التلميذ خاصو يضبط لي العملية الحسابية. إلا لقيتي أنت نسيتي وما ضربتيش في شي عدد ولا بالعملية السريعة مشيتي غيمشي الكوتشي ودي خطأ، يعني كنأكدو على النسبة المئوية، كتشد هذاك العدد الكسري كتقسميه وكتضرب في 100، يعني التلميذ خاصو يضبط لي هاد الأمور جيدا. نفس الطريقة غنمشي لعدد آخر، مثلا 8 مقسومة على 200، التلميذ غيمشي ينجز ليا قسمة عادية، واضح القسمة غيجي غتعطي 0.04، يعني غتمشي دير شي عملية قسمة غتوضع، من بعد ملي غتلقى لي هاد الجواب هذا 0.04 في 100، غتضربي في 100 غيعطيك بصفة عامة بشهر الأصفر غيعطيك 4%، يعني هنا سنأخذ 4%، يعني كتلميذ خصك تضبط ليا بصفة عامة العملية الحسابية. هذه هي طريقة تحويل الأعداد الكسرية إلى نسب مئوية، يعني بسيطة كتشد القسمة كتقسمها وتضرب في 100، يعني هنا عملية حسابية سريعة. سأمر بسرعة إلى السؤال رقم 3، تحويل النسب المئوية إلى أعداد كسرية، دابا غيعطيني العكس، دابا غيعطيني عدد نسب مئوية وخاصني أنا اللي نحول، يعني ولا عندي دابا العكس، عندي واحد نسبة مئوية، عدد في نسبة مئوية وخاصني نحوله لعدد كسري. نفس الطريقة شنو غدير؟ لاحظوا معايا شنو غنمشي ندير؟ غناخد 25% باغي نحول، غناخد 25 بصفة عامة، شنو تكلم على النسبة المئوية؟ هو واحد عدد كسري مقامه 100، غنشد هاد 25 غنقسم على 100 بصفة عامة، ونمشي ندير عملية الاختزال، إذا كان العدد مختزل ماشي اختزل، هنا عندي 25 100 خلفها من 25 هي 25 في 4، غنختزل 25 مع 25 غتعطيني 1/4، يعني هاد 25% راح تتمثل العدد الكسري 1/4، يعني بسيطة، يعني طريقة الحساب بسيطة، التلميذ غير عرف لي التقنية كيفاش يحسب راه غتمشي تحسب عادي بطريقة سهلة. غنمر إلى السؤال التالي، لدينا 50%، أنت كتسمع كتشني تقول لي أستاذ راه صافي عرفت بأن 50% كتمثل لي 1/2، يعني أنت عرفت شنو أستاذ حسبها لي باش تتأكد بأن التقنية راه فهمتيها مزيان. غنبدا بعدا 50% نفس الطريقة، إلا بغيت نحولها إلى عدد كسري، دائما عدد كسري في النسب المئوية هنا غيكون مقامه مقسوم على 100، غنشد هاد 50، هنا غنمشي ندير الاختزال، لدينا 50 في 1
هنا 50 في 2 نختزل 50 مع 50 غتبقى لي 1 على 2 اللي هي بصفه عامه الرسم، يعني بصفه عامه 1 على 2 يعني كتمشي ليا الرسم، يعني 1 على 2 يمشي الرسم، 1 على 4 كيمشي ليا الروبو، يعني نفس الطريقه كيجي مستند كيموديفي، ما كيعطيكش مثلا ديما 25 50 75 لا كيجي موديفي الاستاذ كيعطيك مثلا 149. انت كتمشي لمين خاصك تكون ضابط العمليات الحسابيه، يعني كنمشي نفس الطريقه 149%، لاحظوا معايا كنمشي ندير 149 كنقسمها على 100 وكنمشي ندير عمليه حسابيه. تقول لي يا استاذ الا مشيت حيت جوج تاع الاصفار بصفه عامه 149 ناقص اي 1.49 واش هذا عدد كسري؟ لا تقول لي يا استاذ 101.49 مقسومه على 1. نعم وقدرت تلميذ اخر اللي هو الكي يحول لي الفاصيل هنا مقسم على 10 اللي غتعطي 14.9 مقسومه على 10. انت قاعد كتلميذ الا مشيتي حطيتي 1.49 مقسومه على 1 راه كتلميذ ديتي انه عدد كسري، ولكن من الاحسن تلقى مثلا على 10 على 100. يعني هذه هي طريقه التحويل، يعني بصفه عامه شنو غتعطيني؟ غتعطيني 149 على 100 ونزيد عاوتاني كاع واحد نختزلها هي 14.9 مقسومة على 10، ونقدر أنا كتلميذ نزيد عاوتاني نختزل، يعني لدي مجموعة من الطرق، يعني أنت كتلميذ حاول تلقى غير جواب واحد، لا باش تبقى تزيد لك قوة الحساب، هنا غير باش أنت تدرب الإمتحان مثلا الإقليم اللي غدوز، تعتمد على هاد الطرق. من بعد غنمر إلى آخر شيء اللي هي عبارة عن مسألة، كيجي الأستاذ كيعطيك مسألة. يعني هنا كتلميذ عنده صعوبة كيفاش يحل المسألة، أول شيء أتكلم عليه لما تحل المسألة وجب عليك أن تقوم بقراءة مشعلية لهذه المسألة، خصك تقراها بعدا مزيان وتحطها في الواقع. بلغت نسبة نجاح 80%، عندي 80% في مدرسة يصل عدد تلاميذها إلى 850 تلميذ. هاد المسألة هادي خديتها من المقرر ديالكم، يعني هادشي المقرر مثلا نفس المسألة خدمت عليها، واحسب عدد التلاميذ الذين نجحوا واستعمل جدول أعداد متناسب. هنا عندي واحد الجدول، العدد الكلي للتلاميذ، عدد الذين نجحوا، هنا عطاني 180، إذا كتلميذ بعدا قلت أنت كتلميذ خاصك أنت في وحدة تكون توضع عليها هادشي. لا ما يحتاجش يعطيوك هاد الجدولات انت كتشري خصك توضع، لا بغيتي توضع خصك بعدا تقرا عليا مزيان، تقول لي بلغت نسبة النجاح، عندي واحد المؤسسة نسبة النجاح ديالها وضعت 80%، يعني 80% ديال نسبة النجاح، يصل عدد تلاميذها هاد المدرسة كاملة فيها 850 تلميذ، نفس الطريقة انت كتلميذ بديت كيف نفس تقول يا استاذ عندي 850 بغيت نجبد منها 80%، يعني نفس السؤال الاول نفس الطريقه اللي كتبنا بها السؤال الاول، يعني بغيت انت كاع ما تحتاجش ليا على الجدول، قلت لي نفس الطريقه، تقول لي يا استاذ بسيطه عندي واحد العدد بغيت نجبد منه 80%، نفس الطريقه تقول لي يا استاذ غندير 850 غنضربها في 80 ضرب 80 مقسومه على 100، بنفس الطريقه الاستاذ اللي وريتي، يعني دائما ملي تكون عندك مساله حاول تفضها للواقع وغطيح في هذه الحاله، اما في الحاله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، وغتقوم بعمليه حسابيه بسيطه. يعني شنو غدير انت؟ عندي 100% يعني 100% ديال التلاميذ كيمدوا لي 80%، وعندي 850 شحال نجح منهم؟ هذه الطريقه اللي قلت كيفاش تحسب، يعني هذه طريقه. وغتشد العمليه الاختزال صفر مع جوج اصفار مع جوج اصفار اختزال، وغتبقى لك 85 في 8، ما تشد لي عمليه حسابيه انا نحسبها بسرعه، 8 في 5 0 4 40، 8 في 8 64 زائد 4 اللي هي 68، يعني 680، يعني هنا يعني شحال 850 شحال نجح فيها 680 شيء، يعني هنا ملي تجي بلغت نسبة النجاح اعتمد على النسبة الأولى، عندي واحد العدد وشحال بغيت نجبد منه، يعني هنا طريقة بسيطة. يقدر يجي الأستاذ مثلا يجي الأستاذ يقول لك عندي واحد المدرسة مثلا مدرسة فيها مثلا 600 تلميذ، بحال هكا ببساطة يقول لك مثلا نسبة النجاح 60%، كم عدد التلاميذ الذين نجحوا؟ لا
بنفس الطريقه. قسم لي يا استاذ 600 بغيت ناخذ منها 60%، هذا في هذا مقسوم على 100، يعني 600 في 60 مقسومه على 100، غنمشي جوج اصفار مع جوج اصفار، غتبقى لك 6 في 6 اللي هي 36، 5 في 6 هي 63. يعني بصفه عامه انت كتشيل 100 خاصك تضغط ليا غير الطريقه كيفاش نحسب، راه اي عدد ما تقدرش تحسب، ما غاتكونش عندك مشكل في النسب المئويه. هو درس يمثل بعض الصعوبه لدى التلاميذ ولكنه درس بسيط، ونتمنى ان تكونوا قد استفدتم والى اللقاء.